سبب الفساد في الأرض، هو سبب كل شر، ظلم الناس بعضهم لبعض، وسكوت الناس على الظلمة. لماذا لا ينتقم الله من الظلمة إذا ظلموا؟ لأن الناس لازم يعملوا شيء، لا بد أن يقفوا ضد الظالم، لا يترك الظالم يظلم والناس تسير في ركابه والناس تصفق له والناس تقول يحيى فلان ويعيش فلان، والناس الشعراء يمدحونه والصحفيون يكيلون له الثناء. هذا لا يمكن أن ينتقم الله منه ما دام الناس هكذا. الأمير المفروض يحمي الناس، مش يسرق الناس، مش يقتل الناس، حاميها حراميها، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟ الراعي يحمي قطيعه من الذئاب أن تفترسها ويحرسها ويقوم عليها ساهرة، أما أن هو اللي يأكل يصبح ذئبا يأكل هذا القطيع، فهذا ما نراه في حياتنا للأسف كثيرا وكثيرا جدا، إنه الحامي هو الحرامي، يجوع الناس وهو شبعان، ويهزل الناس وهو سمين من كثرة ما أكل من لحوم الخلق. رأينا الحكام الذين ينقلون بالملايين والمليارات من بلادهم إلى الخارج، إلى بنوك سويسرا وأمريكا وغير هؤلاء بالمليارات. هذا ما نراه للأسف في بلادنا، هؤلاء لهم من الله الويل كل الويل في الدنيا وفي الآخرة. لو عرف جنود الشرطة في بلادنا العربية والإسلامية أنه لا يجوز لهم أن يقتلوا الناس بغير ذنب رأوه، وكل بلاد الدنيا فيها مظاهرات، لماذا لا يقتلون الناس؟ لماذا في بلادنا وحدها يقتل الناس من أجل التظاهر السلمي؟ لأننا ثقفنا هؤلاء الجنود، مش احنا اللي ثقفناهم، ثقفهم هؤلاء السادة إنك عبد مأمور وإنك لازم تنفذ الذي يقال لك. هذه ثقافة مسمومة وثقافة مضللة وثقافة خاطئة وليس لها من الشرع أصل قط. أن هذه معصية ظاهرة تقتل الناس، وتقتل الناس من أجل حماية طاغية، حماية صنم كبير، من أجل حماية الأصنام تقتل الشعوب. لا بد أن نثقف أبناءنا في بلادنا المختلفة ثقافة جديدة، نحرم عليكم أشد التحريم أن تقتلوا بريئا، إن القتل هو أعظم جريمة بعد الشرك بالله تعالى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنصح إخواني في تونس أن تظل المسيرة حتى يحققوا كل ما يريدون. لا معنى أن يبقى أناس من حزب طالما أذاق هذا الشعب الصبا والعلقم. عباد الصنم أو كهنة الصنم الذين كانوا يحرقون البخار للصنم الكبير، كيف يبقون بعده؟ كيف يحكمون؟ أنا أنادي الشعب التونسي، وربما يقول بعض وانت مالك ومن الشعب؟ لا، أنا من الشعب التونسي والشعب التونسي مني، أنا من فلسطين،
أنا من المغرب، أنا من الجزائر، أنا من مصر، أنا من قطر، كل البلاد الإسلامية بلادي وكل هذه الشعوب أهلي. أنصح الشعب التونسي ألا يدع هؤلاء في الحكومة، يبقى فقط رئيس الوزارة، رئيس الجمهورية المؤقت المبضع، لألا يكون هناك فراغ دستوري، ولكن لا يتولى الحكومة أحد من هؤلاء. كيف يتولى محمد الغنوشي رئيس الحكومة التي قتلت من قتلت ولطخت يدها بالدماء؟ كيف يبقى وزير الداخلية الذي ظل بعد أقيل وزير داخلية وزير داخلية كان شرا منه ولا زال يدافع عن هذا؟ كيف يبقى الغنوشي وقد اتصل بن علي في منفاه يخبره بأن الأمور ماشية وأنه عملنا كذا وعملنا؟ لا، كيف يخون شعبه ويتصل به وشعبه جاء به؟ لا يبقى هؤلاء أبدا. لا بد أن تكون الحكومة خالصة ليس فيها أحد من هؤلاء. لا بد أن يفرد عن كل المسجونين وكل المعتقلين ويعود كل المشردين وترد الأمور إلى نصابها. يجب أن تعود جامعة الزيتونة جامعة إسلامية كما كانت، لا كلية. أصبح كلية الزيتونة الإسلامية العريقة التي كأنها هي أول جامعة قبل الأزهر حتى. جامعة الزيتونة تصبح جامعة يدخل فيها البنات اللي بيدرسوا الشريعة، يعني خلعين الحجاب ولابسين الجابونيز والميكروجيب والمينيجيب والحمام السباحة مختلط للبنين والبنات. يجب أن تعود جامعة الزيت، يجب أن يعود الحجاب مباحا على الأقل، يكون شأن المحجبة شأنها شأن التي تلبس هذه الأشياء. لا يمكن أن تظل حكومة تجعل الحجاب أمرا ممنوعا محظورا زيا طائفيا. يجب أن تتغير الأمور كلها، ونسأل الله عز وجل أن يديم عليها النعمة ويديم على أمتنا ويجعل في هذا الدرس درسا تنتفع به شعوبنا كلها وينتفع به الحكام الذين لا الصم الذين لا يسمعون والعمي الذين لا يبصرون والمجانين الذين لا يعقلون. نريد لهؤلاء أن يستفيدوا من هذا الدرس، أن يفتحوا أعينهم ليروا، وأن يفتحوا آذانهم ليسمعوا، وأن يفتحوا عقولهم ليدركوا هذه الحادثة الكبيرة فيها عبرة.